هذه المدرسة الغير مشروعة داخل قبوين تحت الأرض بإسطنبول تمثل الفرصة الوحيدة أمام الأطفال الغير شرعيين الأرمن لتعلم لغة البلد. وحال المدرسة من حال أباء الأطفال الذين جاءوا إلى تركيا بحثاً عن المال، هي تفضل عدم الكشف عن هويتها بسبب وضعيتها. في أرمينيا لم أكن أكسب أكثر من 30 دولاراً في الشهر كمعلمة، فيما تصل الأجور هنا إلى 350 دولاراً. يقدر عدد الأرمن غير الشرعيين في إسطنبول بحوالي 20,000 بحسب عالم الاجتماع الإيطالي هذا القاطن بالعاصمة التركية. بحسبه، التقارب الدبلوماسي بين البلدين لن يؤدي إلى تدفق المهاجرين الأرمن، بل إلى تحسن نسبي لأوضاع معيشة من هم في تركيا بالفعل. الأرمن ينتظرون تمديد التأشيرة، أي الحصول على تأشيرة سياحية صالحة لمدة 3 أشهر بدلاً من شهر واحد، لأنها هي التي تمنح حالياً لجميع المهاجرين من منطقة القوقاز، ليس للأرمن فحسب. تأشيرة صالحة لمدة 3 أشهر يعني فرصاً أكبر، وبالأخص عدم الإجبار على العودة لبلدهم كل شهر للحصول على تأشيرة جديدة. وهذا هو خيار هذه المرأة لتبقى إقامتها شرعية، حل مكلف ومؤقت لهذه الأم التي تركت طفلها في بلدها. على كل حال، أنا لا أتصور نفسي أعيش هنا إلى الأبد، أريد العودة إلى بلدي. كأرمينية أتمسك بالعيش في وطني. والعودة ستكون انطلاقاً من هذه المحطة. كل أسبوع تقوم 5 حافلات على الأقل برحلة تربط بين إسطنبول ويريفان. فتح الحدود سيكون خبراً مفرحاً لهؤلاء المسافرين، إذ سيوفر عليهم 9 ساعات من السفر، علماً أنه يستغرق اليوم 35 ساعة.